الحقيقة زيارة كانت ممتعة ورائعة بحكم أنني أول مرة غادي يجينا هاد ولا غادي ندخل هاد الباخرة هذه اللي هي أول مرة كتواجد في المغرب وأول دولة عربية. بالنسبة للباخرة الاسم ديالها باب يونيون، وصراحة هادشي رائع، واكتشفت يعني بزاف ديال الحوايج جدادين بخصوص الثقافة ديال بيرو. مثلا كاين واحد القاعة هنايا يعني كيعرضوا فيها منتوجات ديال دولة البيرو، كاين قهوة مثلا، بعض المشروبات، الألبسة، المواد من كيتصنعوا داك الألبسة اللي هما السوفت، بعض الحيوانات إلى آخره. وصراحة الله تجربة ممتازة. تكني في طنجة وجينا قلنا الباخرة مجة مزيانة نتساروا فيها، تسارينا الحمد لله، كل شيء في أمان الله وحفظه، الحمد لله مزيانة. أيضا من الوليدات وجبنا العائلة وكل شيء جاز مزيان، وصلونا في الترسبور حتى دخلونا الباخرة، كل شيء منظم الحمد لله ولله الحمد. شكر المسؤولين على حساب التعامل واستقبال، الحمد لله كل شيء في أمان الله الحمد لله. كنشكر هذه الفرصه اللي تعطاتنا انا والبنيته ديالي باش زرنا هذه الباخره البيروفيه، واللي اكتشفنا فيها بزاف ديال المسائل رائعه. البنات فرحانين بزاف، وكنتمنوا يتكرروا بحال هذه الفرص باش وليداتنا حتى هما يشوفوا ويطلعوا، ولا كان عندهم شي اهتمام بمجال البحار كيف هذه الفرصه باش يدرسوا ويطلعوا مزيان. اليوم اول مره جيت مع بابا وماما الباخره ديال بيرو، هي اول باخره جات لطنجه، اخترت طنجه باش تجي تزورنا، وهذا الشيء زوين بزاف و تري انتريسون. و لي اوفيسيي ديال الباخره داروا لنا واحد لا فيزيت ديال كل مواطن وفسروا لنا شنو كاين فيه، و كان تعلم بزاف ديال الحاجات على لا مارين وعلى لارمي. جينا مع الاصدقاء ديالنا باش نشوفوا هذه الباخره اللي جات من بيرو ونكتشفوا المعلومات اللي فيها ونشوفوا المعالم التاريخيه ديالها، كل شيء اللي غنكتشفوا في الدراسه ديالنا.